بنات الشمس معي أنا أماني. الفن هو عصب من أعصاب الحياة، والمرأة السورية من زمان بتغذي هذا العصب بفنها وإبداعها. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي ممثلة ومخرجة سورية، اختصت بالمسرح وكانت من رواده ومؤسسينه بسوريا. انولدت نائلة الأطرش بسويدا، وكانت مصرة من صغرها تدرس سينما ومسرح، وبالفعل قدرت توصل للي بدها اياه وتحقق حلمها، وحصلت على الماجستير بالإخراج المسرحي من أكاديمية صوفيا للفنون المسرحية، ودرست بعدها مادة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق بالثمانينات. أتقنت نائلة الأطرش 4 لغات غير اللغة العربية، وهي الإنجليزية والبلغارية والفرنسية والروسية. صارت عضو بنقابة الفنانين السورية بسنة 1973، بعد شاركت بالمؤتمر التأسيسي للجنة المسرح الجديد بموسكو سنة 1979، وشاركت بالدورة 44 للمسرح الوطني الأمريكي سنة 1980 بسان دييغو. بسنة 1988 شغلت منصب رئيسة قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي عضوة باللجنة السورية للعقد الوطني السوري للتطور الثقافي اليونسكو من سنة 1989. شاركت نائلة الأطرش بعدد من مؤتمرات الهيئة الدولية للمسرح بموسكو قبرص ومدريد، وشاركت كمان بعضوية لجنة أساتذة امتحانات القبول بمعهد كان المسرحي بفرنسا سنة 2000. نالت نائلة عدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثلة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس عن فيلم وقائع العام المقبل سنة 1986. من أعمالها بالتمثيل المسرحي ليلة مسرع جيفارا العظيم، القطة التي تنزهت على هواها، وراء الأفق، وبالإخراج المسرحي الانتظار، ليل العبيد، القصة المزدوجة، زير سالم. أما أعمالها بالتأليف فمنها سهرة مع مولير، بيت برناردا ألبا، سهرة مع سعد الله والنوس، منمنمات تاريخية، الحصان. ومن أعمالها بالسينما القنيطرة 74، بقايا الصور، وقائع العام المقبل، الطفلة والشمس. ومن أعمال التلفزيونية مسلسل نساء بلا أجنحة، مسلسل حرب السنوات الأربع، مسلسل عز الدين القسام. ومن المعروف عن نائلة الأطرش إنها لما غادرت سوريا للدراسة ببلغاريا راحت لقريتها بالسويدة لتودع جدها المرحوم سلطان باشا الأطرش، وقت سألها ليش مصرة تسافري وإنتي بنت من جبل العرب ومن عيلة محافظة، فكان جوابها مشان كمل دراستي وصير مخرجة سينمائية ووثق الثورة السورية الكبرى وأعرضها على العالم واحفظها للأحفاد مشان يتذكروا دائما شو عملوا أجدادهم. وفعلا لعبت نائلة وغيرها من بنات الشمس دور كبير بتوثيق الواقع الاجتماعي والسياسي. بنات الشمس معي أنا أماني.